يقول السائل تقول السائلة: يخرج مني دم لونه بني، نقطة ونقطتين، مرة يوما ومرة يوما بعد يوم، هل أصوم أو أصلي؟ اليوم الذي لا يظهر فيه شيء تصومه وتصلي، أما اليوم الذي يظهر فيه شيء من الدم تعتبره حيضا، إلا إذا كان نقطة واحدة وينتهي، فالنقطة لا يلتفت إليها، لكن إذا كانت كدرة مستمرة طول اليوم هذا يعتبر حيضا، أما نقطة واحدة هذا لا تلتفت إليه. نعم.